كريم يسأل يقول: لو قلنا لا للدستور لغاب الشرع كله، أما أدراك هل أنت علام الغيوب؟ يعني الذي يقول نقر بالدستور الآن لأن الشرع كله سيغيب، قل ومن أدراك؟ علام الغيوب هو الله. فأنت تقول كما قال القائل، بل كما قال تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يعني إذن لي في التخلف ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. فأنت كأنك تقول إذن لي حتى لا أفتن، وأنت تقع بنفسك في الفتنة، يعني أنت بتبادر بإقرار باطل موجود دافعا لشر متوقع قد يأتي أو قد لا يأتي. علام الغيوب هو الله.